انا ام واحد الوليد كيف قال الامهات تيطمحوا الوليدات باش يمشيو ويحسنوا الوضعيه برا. احنا شفنا واحد العنوان ديال واحد السيد كيساعد قال لك الشباب الهجره لكندا، ماشي هو لكندا، هو داير جميع الدول. صافي جينا عنده دوينا معاه قنعنا، ما نكذبوش على الله بانه قنعنا وطلب منا اوراقات. قلنا اذا السيد راه غادي داكشي عندهم مقاد، كاع الوريقات اللي طلب منا طلبهم سليمين زعما عاديه. جبنا ليه الوريقات، دفعنا ليه، طلب منا 5000 درهم، جبنا ليه النص، واصلا تعطيه واحد 4000 ريال ديال الاستشاره في الاول. صافي هي هذيك دفعنا ليه الفلوس، ما بقاش كيتصل بينا، تقطعت المكالمات معاه، ما بقاش تيجاوبوك، الا جيتي ما تيدخلوكش، تيخليوك في الدروج. المعامله ما بقاتش كيف كانت في الاول، في الاول كانت معامله مزيانه، في الاخر ما بقاتش معامله مزيانه. صافي دخلني الشك، ملي جينا نسولو لقينا داك لاباطوط اصلا اللي داير لينا، لقينا ديال الرباط كاينه في الرباط عندو، قلنا ليه رد لينا وريقاتنا. صافي اصلا الوريقات دابا انا ما ردهمش ليا، قال لك صيفطهم. انا الله اعلم داكشي المكتب عنده قانوني ولا ماشي قانوني، وكيصيفط ولا ماشي كيصيفط. المهم ما عطانيش ورقه بانه راه صيفط لولدي الدوسي. صافي رد ليا فلوسي، خديت فلوسي يعني جيت في حالتي وصافي. وكنتمنى من الوليدات ما يتصيدوش، يفكروا قبل ما يديروا اي حاجه. خويا حنايا جينا لهذا المكتب هذا ودفعنا الدوسي ديال الفيزا، يعني على مساعدة على تهيئ الفيزا. المهم انا خلصت الواجبات ديالي، ولكن ما كانوش كيتعاملوا مني مشيت وكنبغي نعيط للسيده اللي مكلفه لي بالملف، يعني ما كانتش كتساعدنا ولا شي حاجه ولا تجاوبنا في التليفون. المهم مره كتجاوبني وهذا، ولكن ما ناش داكشي ما كايناش. اليوم جيت نسحب الملف ديالي وخدينا الفلوس ديالنا كاملين. خويا انا درت المشكل ديالي والتباقي على على المسؤولين، هما اللي تكلفوا. انا ماشي حنا تنتفرج في اليوتيوب، طحت في هذا السيد تيقول لك تيدير الفيزات، تيدير الفيزات على الجهد في كندا، فرنسا، جميع الدول فيما بغيتي، وعنده المصداقيه وعنده المعارف وعنده الناس. هي هذيك حنا ثقنا فيه ودفعنا له، عطيناه 3000 درهم ودفعناها له، ومن بعد لقيناه حتى يدخل ويخرج معنا، ما عطى هذيك الهضره كلها هي كذوب اللي قال لينا. وقال لنا كل شهر بقاو ديروا في البنك 1.40 مليون الولد، على ما ديروا 3 شهور انا غندير له لا سينيسيس. ما لقينا حتى ما مديكلاري لا في لا سينيسيس لا والو، حتى اللي ولينا طالبين هي فلوسنا، قلنا له عطينا هي فلوسنا، ما بقينا باغيين حتى شي حاجه. لا حنا خدام ما نكذبوش، خدا 60 وقالنا الفلوس بقاو تلعبوا فيها في البنكه تقريبا. شي 25 واش خديتي؟ لا 25 في الكونت ديال خويا ماشي عنده، ما نكذبوش. لا هو تياخذ دابا، كان تياخذ 60 دابا ولا تيطلب مليون 120 100 زعم، ما بقاش طالب 3000 درهم. وبغيتي تدخل تسولو 4000 ريال لا الفيزيتا بحال الطبيب. لا هذاك قالها الناس اللي مورايا، انا لا الحمد لله قاني لقاوني ديك اللحظه طلع لي الدم، قلت له اعطيني صافي غنسحب الدوسي من عندك، ما بقيتش باغي. حتى الاموال اللي عارفه الناس عطاهم بزاف الناس، هي دابا هي دابا ديك صحاب 120 100 بزاف، 120 100 120 الف ريال 100 الف ريال بزاف. دابا كاينين الضحايا اللي باقي ما سيقيش الخبر بان الناس مازال. باش انا واخا خديت فلوسي، انا صراحه خديت فلوسي وما بغيتش الشباب اخر يتنصب عليه، يعني وقفوا معاه ونتمنى المخزن بحال هذا النصاب يسدوا لهم. بنادم تيمرضوهم وتيعصبوهم، يعني الكذوب وهذا راه هي الاعصاب. اختي صراحه شنو انت مرا شجاعه، انت مرا شجاعه خديتي رزقك، ناس اخرين ما باقيين. خديت رزقي وما بغيتش الناس يزيد تنصب عليهم، اما نورمالمون انا خديت فلوسي ما خديتش، ولكن بقاو فيا الناس اللي جايين. لا ماشي عرفتي شحال الناس، راه داك الشيء تيتكب. راني تنجي من فاس، والناس جايين من طنجة، وشي جاي من العرايش، وشي جاي من اكادير، ما نقول لكمش واحد السخسيخه. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.